لكن انا عندي نقطه مهمه جدا ومستغرب الحقيقه ان البعض بيتجاهلها. وعشان نكون امناء، انا جيت هنا بعد الفوز اللي في الدور الاول 2-1 وقلت ان علي لطفي انقذ التحكيم المصري في القمه، وقلت ان ركله الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي ركله جزاء مش صحيحه 100%، وكمان قلت ان الكابتن سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي حاولوا بشتى الطرق ان هم يقولوا ان دي ركله جزاء فنمشي مع قرار الحكم. امبارح وقع غريبه جدا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، دي كره ركنيه، سيبك من فكره شد الونش لبدر بنون، ركز على رجل ابو الفتوح مع رامي ربيعه. الكره دي وقع فيها رامي ربيعه حوالي دقيقتين، واعتقد دهس الرجل واضح جدا، شايف كابتن هيثم ما فيهاش ادنى كلام، ودي كمان ما هي مش محتاجه تكبير والله، بس خليني اقول لك حته مهمه جدا للساده المشاهدين، الفرق بين الصورتين. الصوره دي صوره فوتوغرافي، يعني اللي مصورها مصور داخل الملعب. الصوره الثانيه يا جماعه بعد اذنكم هاتوها، دي من المباراه، دي من كاميرا المباراه بالظبط. يعني اذا الزاويه دي كنت تقدر تشوف منها كويس قوي ضربه الجزاء بالظبط. وهنا علامه استفهام كبيره جدا، ان لازم حكم الفار وهو عنده التولز والادوات اللي يقدر بيها يشوف كل الزوايا، كان لازم يوقف المباراه ويقول يا جماعه تعالى يا حكم شوف الكره دي ويت اند سي، وشوف الكره دي فيها شك، ولكن ده ما حصلش. بالظبط اللي حصل، ان الحكم او الكابتن محمود عاشور تجاهل الكره، برغم ان احنا عندنا 15 كاميرا والمفروض ان في زوايا كتيره جدا اتعادت منها كرات. يمكن كره مجدي قفشه اللي في الشوط الاول لعبها ببطن رجليه اتعادت حتى من فوق الشبكه، يعني عنده قدره على انه يشوف الكره بشكل او باخر. الاهم كمان ان رامي ربيعه سقط للعلاج حوالي دقيقتين، وكل ده والكابتن محمود عاشور لا ارى لا اسمع لا اتكلم، لم يتدخل اطلاقا. وهنا السؤال، لماذا دايما يكون الفار غير موجود في مباريات النادي الاهلي؟ شفنا مباراه الاهلي وغزل المحله ركله جزاء واضحه لمحمد هاني، نفس الحكم محمد معروف في مباراه للمقاولين حسب ركله جزاء اقل وطأة او اقل اصطدام من اصطدام مدافع غزل المحله بمحمد هاني. وبالتالي فكره انقاذ التحكيم المصري للقمه بيرجع الفضل ليه دائما في المباراتين للنادي الاهلي، سواء علي لطفي اللي تصدى لركله جزاء محمود علاء اللي له مع ماتشات القمه دور بارز جدا الفتره الاخيره، او امبارح ان المباراه خرجت بالتعادل وكان لينا ركله جزاء كنا نستحق الفوز. ولكن مش ده بس الخطا اللي في التحكيم، الحقيقه برضو لفت انتباهي في المباراه كابتن هيثم. الاول عايز اسالك سؤال ونساله لبعضينا على الهواء قدام الساده المشاهدين، الكره دي ما كانتش تفرق في سير المباراه؟ طبعا ركله جزاء، يعني ده واضح جدا. يعني بص، دايما لما بيجي يقولوا تقييم الحكم، احنا بنقيم الحكم في الاخطاء الجسيمه، اعتقد ركله الجزاء من الاخطاء الجسيمه اللي بتنزل بدرجه الحكم من المباراه. بس للامانه دي مش ركله جزاء يشوفها امين عمر، صعبه جدا على امين عمر. انت لو سالنا فيها حاجه نسال الفار. بس اسالك سؤال تاني، هو كابتن محمود عاشور طبعا، ماذا لو كان العكس؟ لا، لو كان العكس كان التحكيم المصري مش هيشوف خير خالص في مباراه القمه. عشان كده انا قلت النادي الاهلي لتاني مره بينقذ التحكيم المصري، واذا كان في حد المفترض ياخد التحيه على فكره ان عدى الامر بفكره التحكيم المصري بر الامان فهو النادي الاهلي. صحيح. وخسرنا نقطتين بسبب التحكيم المصري في مباراتي القمه. لو كابتن زي ما كابتن هيثم بيقول، لو كان الموضوع عند نادي الزمالك اعتقد كان الموضوع هيبقى صعب وقاسي جدا، لدرجه ان هم اساسا في الفاول على اشرف بن شرقي مع بدر بنون كانوا عايزين ركله جزاء للزمالك، ما بالك في دي. صحيح. فالامر صعب جدا. انا بس ليه بتساءل هذه الاسئله؟ لانه طبعا احنا بنشارك حضراتكم معانا واحنا بنتساءل، ولكن بنتساءل في نطاق المصلحه ونطاق اللي احنا شايفينه من الحق وشايفين بالمنطق اللي بيحصل. ده عندنا كمان خطا كابتن هيثم اللي انا بقى بتكلم فيه، وهي فكره ان الحكم مش مركز. لو نعرض الصوره، فكره المساعد في الشوط الاول، دي كره للمساعد في الشوط الاول. انا هنا مش بتكلم فكره تسلل من عدمه، هي وارد جدا او بنسبه كبيره فيها تسلل، احنا ما رجعناش للفار، لكن بروتوكول الفار بيقول لك ايه؟ ويت اند سي، يعني شوف الكره الاول تخلص بايه وبعد كده ارفع الراي. الحقيقه الكره دي الحكم مش واقف مظبوط، واترفعت الرايه بسرعه وامين عمر صفر بسرعه، بعدها كره ثانيه نفس الكره بالظبط، الحكم المساعد يوسف البساطي بص هنا دايره على الحكم المساعد كابتن هيثم، اصلا بعيد خالص عن فكره لاخر مدافع ولا حتى مع مهاجم. صحيح. واقف غلط اطلاقا، زاويه مش مظبوط، هو تقريبا كان واقف مع كارترون. صح. يعني صح. مش هو واقف مع كارترون. صح. هنا بقى نيجي للشوط الثاني، يمكن هو كان في غلط ان هو امين عمر صفر على طول، دي كره حميد احداد، بغض النظر هي تسلل من عدمها برضو الكره دي، هنا بقى كان الويت اند سي، وهنا اتطبق بروتوكول الفار، وهنا استنى لما الهجمه كملت بتاعه حميد احداد وبعد كده رفع الراي، وبعد كده رفع الراي، وبعد كده امين عمر صفر. ارجع لي بعد اذنك كده بقى. هنا السؤال، ليه المعيار الواحد مش موجود حتى في المباراه؟ يعني المباراه الواحده بالظبط مع مساعد واحد اللي هو الكابتن يوسف البساطي، فده طبعا كابتن اخطاء تحكيم لازم نشكر النادي الاهلي عليها، ونتمنى استجابه لقرارات للنادي الاهلي
بالتحكيم الاجنبي لمباراه القدم الحساسه. وخليني اقول لك برضو مش دي بس كانت اللقطه الوحيده او الكومنت الوحيد لينا على التحكيم واللي كان هتبقى ليها دور كبير جدا، ولكن اعتراض امبارح الونش على الحكم طبعا امين عمر، اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي وكلنا شفناها في اي حته في العالم ده هيكون انذار. لما يبقى عندك في الفرقه اللي بتلعبها مساك مهم زي الونش وبياخد انذار في توقيت معين اكيد بيبقى اداؤه بيختلف بعد كده لانه بيبقى خايف ياخد الانذار التاني. طبعا الاعتراض كان واضح ويعني ما فيش شك كارت اصفر على طول بدون تفكير، يعني بدون تفكير، ولكن الموضوع ما مشاش زي ما كده. وحتى يعني الاعتراض فيه حده وفي باسلوب اصلا يعني لو في العادي على طول يطلع الانذار، ولكن ما شفناش امبارح الانذار، وده برضو من القرارات اللي احنا شايفينها برضو اثرت بشكل كبير على سير المباراه. واكيد لما بيكون عندك مساك مهم بياخد انذار بدري في المباراه اكيد بيفرق مع مهاجمينك كتير جدا. هو بالتاكيد، بس انا هنا عايز اقول نقطه هنا مهمه جدا، والرساله هنا للاعبي النادي الاهلي، ويمكن انا قررتها قبل كده وانا اسف ان انا بقول كده، لما يكون في تحكيم مصري ووجود الفار ارجوك ارجوك لازم تضغط على الحكم لما يكون ليك حق. ركله الجزاء اللي حصلت مع رامي ربيعه كان المفترض لاعبي النادي الاهلي زي ما شفنا الونش، ما كانش الونش لوحده، الونش والعشر لاعبين من نادي الزمالك كانوا بيعترضوا على كره فيها شك انها فاول وراحوا بالشكل اللي احنا شفناه ده، والحكم ما قدرش يطلع انذارات. انا عارف ان الحكم هيطلع لك انذار لما تروح، لكن ارجوك لما يكون ليك حق، وخاصه اللاعب اللي بيتم ارتكاب الخطا معاه زي امبارح رامي ربيعه وزي ما قلت قبل كده احمد بيكهام، لو سمحتوا يا جماعه التحكيم محتاج فكره تضغط ان هو يشوف الفار، لان للاسف مش النادي الاهلي اللي الفار بيجيب له حقه او بيروح يراجع الحالات من غير ما تضغط. ده للاسف الواقع اللي انا حزين ان انا بقوله، لان المفترض الفار يكون هو عين الحكم اللي بيشوف من اكثر من زاويه ويعرض على الحكم ويستدعي الحكم، لكن بما ان الحكم ما استدعاش وبما ان الفار ما بيتكلمش، لازم اللاعب اللي يتم ارتكاب الخطا معاه في ركله الجزاء او في هدف، فالاربع حالات اللي ممكن ترجع فيهم للفار، ارجوك اضغط على حكم المباراه بمنتهى الادب بمنتهى الاحترام. انا مش عايز غير انك تاخد حقك فقط. لازم